ضمير الإنسان ينبض بالحق، ولأن الحسين حق كله وكله حق، فإن ضمير الإنسان ينبض بالحسين. الحسين اليوم ضمير البشرية الخالص ووجدانها النقي. لأن الحسين معلم من معالم التوحيد، فإن المؤمنين منه يبدأون الانطلاق إلى معرفة الله وطاعته، وإليه ينتهون في ذلك أيضا. فكما أن الحسين سيد الشهداء وسيد الشباب أهل الجنة وسيد المواقف كلها، فإنه أيضا سيد المعرفة وسيد التعاليم وسيد المواعظ جميعا. قال لي أحدهم: ماذا يحدث لكم في ذكرى شهادة الحسين؟ قلت: أظن أنك تأخذ علينا طريقتنا في إقامة مجالس العزاء على الصبت الشهيد. قال: هو كذلك. قلت: دعني أسألك، لو حاول شخص أن يقتحم عليك بيتك عنوة، فما الذي تفعل؟ قال: أتصدى له بكل ما أستطيع. قلت: لو أنه نجح في دخول دارك ولم يكتفي بأن سرق منها ما أراد، بل وقتل كل من فيها حتى الرضيع، ثم قطع رؤوس القتلى، ثم أحرق الدار، ثم حمل معه نساء أصحاب الدار ورؤوس القتلى وأخذ يرقص ويتباهى، ولم تكن أنت ممن قتل، فما الذي تفعل؟ قال: ما الذي أفعل؟ أخرج إلى الناس وأنا أصرخ بكل قواي وألطم على رأسي وأفعل كل ما أستطيع للتعبير عن مأساتي. قلت: لماذا؟ قال: لأفضح القتلة وليعرف العالم بشاعة الجريمة التي وقعت، بالإضافة إلى أن ذلك أمر طبيعي، لن يسكت من يقتل منه أحد، فمن يقتل أعزته بطريقة وحشية وبلا ذنب سيخرج إلى الناس صارخا رافعا عقيرته. قلت: اسمع، إن أهل بيت رسول الله أعز علينا من أهلنا، وبيوتهم أعز من بيوت آبائنا، وأحفادهم أعز من عشائرنا، ولقد قتلوهم وقطعوا رؤوسهم ومزقوا أجسامهم وأحرقوا خيامهم وحملوا نساءهم أسرى من بلد إلى بلد، ورقصوا وغنوا وفرحوا وأعلنوا يوم مقتلهم عيدا نسبوه زورا وبهتانا إلى الدين، فهل نحن الملامون فيما نفعل في أيام عاشوراء، أم أن غيرنا الذي يمر على ذلك كله مرور الكرام ويسكت على ما جرى على أهل البيت في كربلاء في يوم عاشوراء والذي يجب توجيه اللوم إليه؟ أولا يهم المسلمين أمر أهل البيت، مع أن الله تعالى جعل مودتهم أجرا برسالة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.